هل البيبي برضو في الجنين في بطن امه بيتاثر بالحاجات دي ولا لا؟ هو المعروف اكتر انه لو الام اللي بتاخد، لكن دلوقتي في دراسات برضو بتقول ايه، طيب ما هو الجزء اللي من الاب ده ما هو اتاثر هو كمان، لانه الماده دي سامه بتسري في الجسم كله. بس لسه ما فيش عندنا دليل طبي يقول انه اللي خده الاب مأثر في الجنين لسه. ولما يتولد البيبات الولاد اللي موجودين بيتأثروا، بس هو هيتأثر بيئيا ان هو شايف. يعني كان لسه عندي امبارح ولد بياخد حشيش وبيرة، فبقول انت بتاخد من سن كام سنة؟ قال لي باخد من قبل ما ادخل مدرسة. بقول له مدرسة الاعدادية ولا الثانوي؟ قال لي لا الابتدائي. ابتدائي حضانة. حضانة خمس سنين. خمس فين ليه؟ لأ خمس سنين خد حشيش وبيرة. من المنصورة؟ خمس سنين خد حشيش وبيره. من المنصوره قبل ما يدخل ابتدائي بياخد حشيش وبيره في المنصوره. ليه بقى؟ ابوه كان بيجيبه ويعينه في البيت، فشاف ابوه بيعمله فعمل زيه.